إسلامية يعني تنهى أول ما بدأت الحضارة الإسلامية بالنواهي التي قدمت للجيش العربي الإسلامي الذي كان قد بدأ بالانتقال من مكة إلى دول كثيرة. نعم. لا تقتل صغيرة، لا تقتل كبيرة، لا تقلع شجرة، يعني هذه قيم إنسانية. نعم. كبيرة. هذا لا يفهمه الغرب الذي يسير على قواعد سياسية وأخلاقية مختلفة. طيب، اسمح لي أتحول إلى القاهرة إلى الدكتور محمود بركات، ولندخل أيضا فيما أطلق من مواقف أيضا على لسان الآن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد. دكتور بركات، أولا نحييك، سلام عليكم، ولأدخل معك فيما طرح في هذا المؤتمر على لسان رئيس الجمهورية الإيرانية، دعا لتشكيل هيئة مستقلة للتخطيط والإشراف على حظر الانتشار النووي وتعليق عضوية الدول المالكة للأسلحة النووية. من ينفذ هذا الطلب؟ هذا الطلب يمثل رؤية جديدة في هذا المجال، لأنه لأول مرة تبتعد الدول الحائزة عن أعمال أو عمل يؤدي إلى عدم انتشار السلاح النووي. فهو إنشاء، إذا أنشأنا هذه الهيئة الجديدة أو الهيئة المستقلة للتخطيط والإشراف على إزالة السلاح النووي، فهذا معناه أنه يعني نحن نؤمن العالم بشكل جاد وجذري بمنع السلاح النووي ذاته. نعم. دكتور بركات، نعم دكتور بركات، نعم. طبعا الموقف الذي صدر أو يعني الإعلان الرئيس الإيراني سابقا، لكن لم تلقى التجاوب. الآن من خلال هذا المؤتمر ومن خلال الحضور، هل تعتقد يمكن أن تشكل دعما للفكرة؟ هل يمكن أن تتحقق، أم أن المنظمات الدولية وطبعا على رأسها الدول الغربية ستكون مانعة لتحقيق هذا الغرض؟ هو لا شك أن تكرار، وأنا فعلا أتفق مع سيادتك أن هذا الطرح ليس الطرح المرة الأولى، وسبق أن استمعنا إليه سابقا. نعم. ومن واضح أنه الإصرار على هذا الاتجاه والإصرار على طرحه والدفاع عنه وتعميقه ربما قد يكون له دور في إقناع العالم الخارجي بأهمية إزالة السلاح النووي. لعلنا إذا يعني أحب أن أذكر أن هناك لجنة دولية غير حكومية تمارس عملية إزالة الأسلحة النووية من العالم، لكن إذا نظرنا إليها نجد أنها تعمل منذ عدة سنوات ولم تنتهي إلى شيء. بالإضافة لذلك المحادثات بين أمريكا وروسيا ستارت 1 وثم ستارت 2 حتى التي وقعت الآن وانتهت ب 1500 سلاح نووي أخذت حوالي 40 سنة أو 30 سنة إلى أن تمكننا من تخفيض السلاح من 200 من 6000 إلى 1500. كأننا لم نعمل نفعل شيئا، لأنه 1500 سواء 1500 أو 2000 أو أكثر أو أقل هذا لا يغير من الواقع شيء. نعم. أن هناك سلاح نووي خطير بين أيدي دول كثيرة. طيب، على كل حال بالعودة الآن إلى طهران ولا دكتور علائي، لأعود إلى عنوان المؤتمر وهو تحت عنوان الطاقة النووية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد. دكتور علائي، العنوان مهم طبعا جدا، لكن هل تقبل الدول الكبرى وتحديدا الدول العظمى المالكة للأسلحة النووية هذا التحدي؟ طبيعة هیچ کسی در جهان نمیتونه بالطبع ليس هناك احد يوافق مع هذا العنوان الذي اطلق يعارض هذا العنوان الذي اطلق المؤتمر، ولكن الموضوع المهم هنا هو ان القوى الكبرى التي تمتلك الاسلحة النووية المختلفة تبحث كيف، الموضوع الذي تبحث هو كيفية خفض الاسلحة أو أن تطور الجيل الجديد من الأسلحة، ولكن المنطق الموجود في مؤتمر طهران والذي سمعناه هو أن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية، أما الطاقة النووية فهي للجميع وملك للجميع ومن حق الجميع. هذا الموضوع جميع العقول السليمة والمنطقية للقوى سواء الكبرى أو الصغرى
لا تستطيع أن تحذف هذه الفكرة أو تضعها على الجانب، وعلى هذا الأساس يجب أن تقبل بهذه الفكرة. ولكن الموضوع المهم هنا هو أن هدف الولايات المتحدة والقوى الكبرى من إقامة مؤتمر واشنطن هو نوع من الإدارة لإدارة الأسلحة النووية في العالم. فهذه الدول تريد أن تسيطر على الأسلحة النووية وكذلك على التقنية النووية، وتدير هذه العملية وفقا لإرادتها ورغبتها. هذا هو جوهر مؤتمر واشنطن. وعلى هذا الأساس فقد تمت هناك عدة اتفاقيات بينهم في محادثاتهم التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وقد وقعوا تلك الاتفاقية التي رأيناها، اتفاقية ستارت 2، من أجل أن يقول العالم بأنهم يريدوا أن يخفضوا من أسلحة وكذلك يديروا الأسلحة النووية الموجودة في العالم، وأن لا يسمحوا لدول هم لا يرغبون فيها أن تمتلك تلك الأسلحة النووية. وعلى هذا الأساس فإن مؤتمر دمشق، دكتور علاء سأعود إليك، اسمح لي الآن أطرح سؤال على الدكتور الشعيبي مجددا. وفي المواقف الرئيس الإيراني دكتور شعيبي اعتبر الوكالة الدولية، طبعا هي المعنية الأساس المعني إضافة إلى الأمم المتحدة بالطبع، اعتبرها أداة ضغط بيد الدول التي تمتلك السلاح النووي. نتحدث عن واقع يعني معاش، لكن السؤال كيف يمكن تبديل هذا الواقع؟ لا يمكن تبديل هذا الواقع. أنا لا أحب أن أبدو وكأنني متشائم، ولكن أنا أتحدث بلغة السياسة الواقعية. النظام الدولي كله بعد الحرب العالمية الثانية أسس مؤسسات تعبر عن القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. اليوم بعد سقوط جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي، أيضا النظام العالمي هو الذي يعبر عن الحالة التي تم الوصول إليها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، بمعنى أن الأمم المتحدة إذا أردنا أن نكون أكثر واقعية، عندما أسست بموجب اتفاق سان فرانسيسكو أسست على طريقتين، يعني بمعنى قسمت قسمين، قسم ثقافي أخلاقي سمي الجمعية العمومية، الهدف منه هو يعني إزكاء العوامل الأخلاقية والثقافية لدى الشعوب، وقسم سياسي تألف في ذلك الوقت من 9 دول قبل أن يصبح 15 دولة، كان 5 منها يعني أكثر من 50% منها يمتلك حق النقد الفيتو، وهي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. بمعنى آخر كل المؤسسات المنضوية تحتها، إذا سمحت لي لكي تكون الأمور. تفضل تفضل دكتور شعيبي. أنا لا أسمع الصوت، يبدو هناك خلل فني معك دكتور شعيبي، سأعود إليك. اسمح لي أتحول إلى القاهرة للدكتور محمود بركات. دكتور بركات، يعني عندما يكون الهدف من وراء هذا المؤتمر الآن على المستوى يعني العمل النووي هو التصدي للجيلين الثالث والرابع للأسلحة النووية، كيف السبيل إلى ذلك عمليا؟ حضرتك تقصد مؤتمر الولايات المتحدة؟ لا، أتحدث عن مؤتمر طهران. هذا الكلام طهران. نعم، تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني. طهران هو أسلوب حضاري لتوضيح أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وضرورتها للإنسان، وفي مقابل ذلك كيف يمكن منع أو الإقلال أو إزالة الأسلحة النووية أو التفكير في إنشائها بشكل أساسي. نعم، فحينما يكون هناك هذه المقررات بمقاومة التسلح النووي فهذا يعني